عسلامة. مرحبا. عسلامة بنتي، مرحبا بيك. نتعرفوا عليك. معامك محرز السلمي. مرحبا بيك سي محرز. سي محرز، حبيت تحكي معنا بخصوص موضوع عقوق الوالدين. قلت لي اللي عندك ثلاثة أولادك مهملينك، حسب أقوالك أنت بتبيع مسيو، علاش مهملينك؟ مهمليني الوضع، كانوا متلهين بي، بعد الوضع مستراح، بين عاودت بنيت حياتي من أول جديد. أنت طلقت أمهم وعاودت حياتك مع امرأة أخرى. كي قمت بمجهودي معاهم المرة الأولى ما خليتهمش. مسيو، أنت كي طلقت وعاودت حياتك كنت تقوم بواجبك اتجاههم؟ كنت أقوم بواجب اتجاههم، تصرف عليهم ولهي بيهم وتسأل عليهم وتعطي فيهم في حنان الأب. حنان الأب كأب، لكن ثم حاجة تعرفها بالنسبة للوليد الكبير، تعبت عليهم أكثر مني أنا، خاطرنا عامل يومي فهمت، وتخل حتى لطول برقيبة وتكون فيها طول برقيبة وتخرج من الحرس فهمت، لكن قاعدوا يتفكروني وانا وليت نبكي بنتي على خاطر نسولي بهم 66 سنه وناخذ في الشهريه 260 دينار شؤون اجتماعيه عامل يومي، وتو عندي وليد بق جيستيون ايكونومي العام الجاي من المره الثانيه، وعندي بنيه عمرها 15 سنه وعندي بنيه اخرى عمرها 12 سنه صغار برشا. ايوه. وكيفاش علاقه صغارك من المره الاولى بصغارك من المره؟ اش بيا؟ هذه مسيو دورك انت باش تردهم صحاب واخوات ويسالوا على بعض. هما منفورين، هما منفورين. لا مش منفورين مسيو. لا لا. الاولاد الكبار ما جوش. مش ما حبوش مسيو. هو دورك انت، اكيد فما غلطه انت قمت بها مسيو، اكيد. يا قصرت في حق الاولانيين، خاطر هما من حقك انت باش تعاود حياتك، لكن ما تقصرش في مع الاولانيين. انا دخلت السجن على خاطر ونفخت عليهم وكل شيء مرتين ثلاث. علاش دخلت للسجن؟ سجن مرات على خاطر انا نفخ، مرات وقتها يبدا عندي، مرات ما يبداش عندي. فهمت؟ فما تقصير مسيو. لا ومن بعد كملت وخرجت والحمد لله، وانا وتو مرتي الاولانيه هي كبرت وانا كبرت، الوضع الاجتماعي هو اللي سيء نتاعي. ولو انه مسيو، ولو انه راهو التقصير مع معناها الاب كيقصر مع صغاره، ما نحكيوش ماديا. قسما بالله لا. ما نحكيوش ماديا احنا، خاطر الصغار يحبوا على حنان الاب. حنان الاب قسما بالله منفورين، وسل عليهم ونبكي عليهم. انا صرت مره مشيت للوظيفة نتاعو العمومية وخل عرفوا كيفاش يجينا للوظيفة نتاعو العمومية. حتى ليكس نتاعك يعني طليقتك حقها زادة تقول لصغارك معناها الأولانية مرتك، تقول لولادك اللي هما لازمهم يتعرفوا على خواتهم ويحبوهم. زوني مرتين ثلاثة، بنتي تولي كبير عمره 36 واللي في فرنسا عمره 42 مازال مش مترسم. ما يحكيوش مع اخواتهم الاخرين. جونيش جملة، نسينا اللي عندهم بو. يعرفوا بعضهم هما والاخواتهم. بعضهم ونسينا اللي عندهم بو، أنا مشكلتي في الوالدين. أنا خذ ناخذ في الشؤون الاجتماعية 270 دينار كرني أبي. هذا تشتت عائلي مسيو، خاصة بين الاخوات. تشتت عائلي على خاطر الاخرين متكبرين، ما تقوليش أنا قايم بواجبي. وكي خذا البكالوريا انا عملت له 3 جور كيما نقولوا فيها 3 ايام فرحته بها، بعد قعد بابا 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 التكبر نتاعو هو اللي وصله هكاك فهمت، عنده زوج صغار. مي الوالدين يقعدوا راهم والدين بالطبيعه، هذا لا شك فيه. راه ناسيني انا، ناسين حاجه اسمهم والدين، كل حاجه في بلاصتها. حتى لو كان الوالدين غالطين هما والدين. لا نقمر لا خمر، نصلي سامحني، لا قمر لا خمر لا شرب، ونعطوا في حق ربي متقي لله، لكن ظلموني برشا. علاش؟ على خاطر بما اني وضعيتي عامل يومي شؤوني الاجتماعيه 270 دينار فهمت بنتي، هذيك الوضع توليتها. بما يلزم حد يتخلى على ابوه وعلى امه حتى لو كان غالطين. تخلوا علي، تخلوا علي، وانا في بالي باش نخدم بهم حاشاك. خلي ما نقولهاش الكلمه دي، ما نقولهاش خاطر مش لازم نقولهم، لكن نشكي بهم كربي والحاكم الحاكمين. خلي باب للصلح مسيو. ما حبوش على خاطر انا نبكي، يعني ريتي انا نفساني عندي الا ابوهم نبكي على خاطر عندي الوليد بكالوريا عام جاج ايكونومي ما عنديش تو حق الادوات، والبنيه بريمير نيني والبنيه صغيره سي زماني، وين اخواتي وين اخواتي. التكبر عليا، تكبر على والدي ماهوش باهي. مسيو انت كي عودت حياتك وانت عندك مشاكل على النفقه مع لولا، علاش جبت ثلاثة صغار؟ لا من بعد خلصت النفقة تو كبروا، كل شيء مشي على روحه، تو كل واحد مشي على روحه، كبروا الأولاد كلهم عرسوا، تو كلهم بنتي عرسوا، تو كلهم معرسين. باهي
بالنسبه للاولاد ما عرفت شنو على الاولاد، اما انا حبيت نعطيك وديعه اللي ناس ينوالجيهم، كي ينسوني انا حتى ربي سبحانه وتعالى ينساهم، تعرف؟ ينساهم على خاطر جابوا صغار لكن ما يعرفوش هما باش تتعرف به. انا حبيت على وضعيتي، وضعيتي الاجتماعيه ما ساكن في دار سابي توا بنتي، كنت كاري في السبلت بن عمار. كنت كاري في السبلت بن عمار ب 60 دينار، من بعدين بنتي كي انا دخلت الحبس هي هزت البش وسكنتني في دار، وتوا توا تعملي تقعد ديما تحت سخينه، وانا مشارك عندي 12 سنه بنتي في المساكن الاجتماعيه، البارح برك عند المعتمده 12 سنه من 2012 من صوم 2024، وعمك محرز قاعد نعاني وقاعد نبكي على خاطر ماني ساكن في دار حر، ساكن تحت الانساب، ويقول لك يا تقعد اسكن اقعد ساكن تحت سخينه، فهمتي؟ باللغه هذه تقول لي مرتي راك ساكن تحت سخيه، اي سخيه راك مرتك الثانيه؟ راك ساكن على خاطر مش داري ملك، علاش انا قلت لو كان مشي شنو تقول لك ساكن تحت سخيه هذه؟ قالت لي اي بنتي قسما بالله قالت لي هكا تحت سخيه، ما تقعد ديما تحت سخيه على خاطر الدار داري، فهمت؟ تقول لي دار داري. مش ملك هي دار، أراضيك الزبيدية للشركات سبات بن عمار، وأنا أول ما سكنت وكريت بها في سبات بن عمار، وحكيت له المعتمد وحكيت أنا نحبك توصل لي بنتي هذه للرئاسة باش ناخذ دار كيما الناس، ناخذ في 270 دينار كرني أبيض، شؤون اجتماعية، شؤون اجتماعية 270 ألف ما لقيت ما نعمل بها حتى شيء بنتي، نجي نمد في يدي باعتبارك أنت تسمع بك الانسان يتوسل، انا نتوسل، اصحابي والعطار القدم اللي يعرفوني كل شيء وهم اللي يعاونوا فيا. تصوري انت جيت شنو المساج اللي تحب توصله لاولادك مسيو كانهم يتفرجوا فيه؟ المساج انت بنتوما توصلوه له مش انا على خاطر الكاميرا قدامك اي المساج انتوما اللي توصلوه له انت قول لهم يتفرجوا فيه. مش نقول لهم ذات الهوب ربي يهديكم ومالي الا ابوكم مالي الا ابوكم ربي يهديكم وعاونوا ابوكم رايز شهرين 270 دينار شؤون اجتماعي والله الا برضا الوالدين ما رضا الله الا برضا الوالدين وانا نحبكم على داري في الشؤون الاجتماعي انا من عام 2012 وانا مشارك ما عطونيش مفتاحي تو سال المرات حطني تحت سخي اسمك هبط في الليسته مسيو اسمي هبط ما هبطش مرتين اخرها البارح خذوا علي انا بطاقه التعريف وخذوا علي نسخه من بطاقه التعريف هذيك مروا لي عشت يعطوا فيها دار وانا كنت كاري في سبلت بن عمار انا كنت كاري في سبلت بن عمار ب 60 دينار الشهر علاش ما سبلت بن عمار ياخذوا وانا ما ناخذ انا مواطن وصلتها للرئاسه وصلتها للسيد رئيس الحكومه ما عندي حكايه جمع رئيس الحكومه وصلت يا سيد الرئيس اعطيني دار، يا سيد الرئيس اعطيني دار، يا سيد الرئيس اعطيني دار، راني عايش تحت نسابي تحت سقين نتاع نسابي يا سيد الرئيس. شكرا مسيو.